بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 84. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، وقع في نهايتها بقوله: أخوكم في الله مصطفى الصعيدي. الأخ مصطفى يقول: أعمل في محل بقالة وأداوم 17 ساعة، هل علي من حرج إذا اشتريت بضاعة من مالي الخاص وبعتها في البقالة بحيث تكون أرباح ما أشتري خاصا بي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، علما بأنني آخذ راتبا ضعيفا ومصاريف في الشهر أكثر من 400 ريال تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما دمت أيها الأخ السائل كثيرا عند شخص تبيع في محله بضائعه، فإن المحل يعتبر خاصا به، والوقت أيضا يعتبر خاصا به، وليس لك إلا راتبك في مقابل عملك حسب ما اتفقتما عليه. فإذا سمح لك بأن تبيع بعض البضائع الخاصة بك فلا بأس بذلك، لأن الأمر راجع إليه. إذا سمح لك بالوقت وسمح لك بالمحل فهذا راجع إليه، أما إذا لم يسمح فإنه لا يجوز لك أن تستغل محله، تستغل الوقت في عملك الخاص وأنت أجير عنده. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول محمد أحمد إدريس. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: أخت لي توفيت وتركت ابنا لها، فهل الولد يأخذ ميراث أمه؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم يكن هناك وارث غير الابن فإنه يحوز ميراث أمه كله بالتعصيب، أما إذا كان معه أصحاب فروض فإنهم يأخذون فروضهم، وما بقي فإنه يكون له، إنما يكون معه مشارك من نخوته وحواته، إذا لم يكن معه مشارك فإنه يحوز إذا لم يكن هناك وارث، إذا لم يكن هناك وارث غيره، أو يأخذ ما ألقى في الفروض إذا كان هناك أصحاب فروض. جزاكم الله خيرا. والد زوجتي تزوج من امرأة أخرى غير أم زوجتي، هل تعتبر بالنسبة لي محرم أو لا؟ هذه ليست بمحرم، لأنك لم تتزوج بابنتها، والله سبحانه وتعالى قال: وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم جعلهن من المحرمات ومن المحارم من الأسحار. أما زوجة هذه زوجتك الأخرى فليس لك علاقة بها. جزاكم الله خيرا. فتحت محلا تجاري ونقوم بتوزيع الزكاة قبل الحول، فهذا العمل جائز إذ أننا نعمله مراعاة لأحوال الفقراء؟ الزكاة إنما تجب عند تمام الحول، فإذا عجلها صاحبها وأخرجها قبل تمام الحول لمصلحة فلا بأس بذلك، يجوز تعجيل الزكاة مراعاة للمصلحة الطارئة أو المصلحة التي تفوت لو أخرها. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل فضيلتكم فيقول: هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية، أي التي ليست من محارمك، لأن هذا يسبب الفتنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء التي لسن من محارمه، وما كان يبايع النساء عليه الصلاة والسلام إلا بالكلام، وما مسك يده صلى الله عليه وسلم إلى امرأة لا تحل له فقط. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية، مطروح برج العرب، رسالة باعتها مستمع من هناك، يقول: إبراهيم وفرحات، اسأل
الحضور فيقولون هل يجوز للمصلي أن يتعوذ من الشيطان أثناء الصلاة؟ يتعوذ من الشيطان في ابتداء الصلاة بعدما يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ابتداء الصلاة، وهذا يكفي. إلا إذا وسوس له الشيطان وشوش عليه في صلاته فلا بأس أن يمسك عن يساره وأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان. جزاكم الله خيرا، حتى وإن كان في أثناء الصلاة. حتى وإن كان في أثناء الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للخطيب عندما يكون على المنبر أن يحرك يديه؟ الخطيب لا يحرك يديه ولا يشير بيديه في أثناء الخطبة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد تلقاء وجهه ويمسك بطرف المنبر أو يعتمد على عصا ولا يحرك يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، وإنما هذا يفعل في سائر الخطب غير خطبة الجمعة. جزاكم الله خيرا. عندما يكون الإنسان متكئا على يده يقال عنها جلسة المغضوب عليه، نريد أن نفهم منكم هل هذا صحيح؟ نعم، جلسة ينبغي أن تكون جلسة على الهيئة الحسنة، والاستكاء على اليد خصوصا عند الأكل وقت الأكل هذا أمر مكروه، أمر مكروه الاستكاء على اليد وقت الأكل، وكذلك الاستكاء على اليد في غير وقت الأكل والإنسان جالس هذا أمر غير مستحسن، إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك، إذا كان يحتاج إلى الاستكاء على يده ضعفا في جسمه أو خلل في جسمه فلا بأس بذلك للحاج، أما إذا استغنى عنه فإن الأحسن أن يجلس على أحسن جلسة وأحسن هيئة. جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وضحوا لنا هذا المعنى أحسن الله إليكم. قال الله سبحانه وتعالى ووصل الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله يعني في البطن 30 شهرا، 9 أشهر في الحمل وسنتان للرضاعة، الفصال المراد به الرضاعة، هذه مدة الحمل 30 شهرا، 9 أشهر من الحمل إلى 5 أشهر من 30، كم يبقى 2 سنة، هذه مدة الرضاعة. قد استدل الصحابة رضي الله عنهم بإشارة هذه الآية مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة، تدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن 30 الشهر إذا طرحت منها حولين كاملين 12 شهر فإنه يبقى 6 أشهر. نعم. جزاكم الله خيرا. أم أنجبت ولدا ورضع مع الابن ولد من الجيران ولكن لم يتعدى 5 رضعات، وبعد ذلك أنجبت الأم بنتها ورضع معها آخر رضيع الأول لكن هذا رضع شهرا أو أكثر، وبعد أن أنجبت الأم بنتا ولم يرضع معها أحد، فهل يجوز للرضيع الأول الذي لم يتعدى 5 رضعات أن يتزوج آخر بنت وهي التي لم يرضع معها أحد؟ إذا كان لم يرضع رضاعة كاملة 5 رضعات أكثر في الحولين فله أن يتزوج من بنات من رضع منها رضعات قليلة دون 5، لا تحرم عليه، لأن الصحيح من أقوال يعني العلم أن أقل نصاب للرضاعة المحرمة 5 رضعات كما في حديث عائشة الذي في الصحيح، فما دونها لا يحرم، ولكن إذا تركها من باب الاحتياط ومن باب الورع نظرا وخروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يرى أن مطلق الرضاعة يحرم، ومنهم من يرى أن 3 رضعات تحرم، فنظرا للخلاف إذا تركها احتياطا وتورعا فهذا أحسن. وأما التحريم فلا تحرم عليه إلا إذا رضع من أمها 5 رضعات فأكثر، فعليه له أن يتزوج بنات تجاوز من بنات من رضع منها من 5 رضعات. جزاكم الله خيرا. المجتمع ألف فا ميم بعث يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه قصة عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام، وعاد أمة قوية من العرب البائدة، وكانوا أصحاب قوة في أبدانهم
وكفروا بالله عز وجل وأشركوا بالله، أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله ويذكرهم بنعمة الله عليهم، وجعلهم خلفاء من بعد قوم نوح، وزادهم في الخلق بسطة يعني سعة، وأمرهم بعبادة الله عز وجل وشكر نعمة الله عليهم، وذكرهم بما أمدهم الله به من النعم، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وما كان منهم إلا أن قابلوا دعوته بالرد وقالوا سواء علينا أوعظتنا أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، بل إنهم هددوا هودا عليه السلام، قالوا له إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، ويتوعدونه بآلهتهم وأصنامهم. فرد عليهم عليه الصلاة والسلام بالتحدي، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تضرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. فتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه لعنة في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وأما إرم فقيل إنها مدينتهم وديارهم التي كانوا يسكنونها، وكانت ذات مباني جميلة وأنهار وبهجة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقيل المراد بعاد قبيلة، وإرم أبوها، عاد إرم يعني عاد بن إرم. فالحاصل أن الآية تذكر بما أوقع الله سبحانه وتعالى من عقوبته في هذه الأمة العاسية المتجبرة، وأنها لم تنفعها قوتها، فأرسل الله عليهم الريح العقيم لا تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. وفي الآية الأخرى يقول: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، ترفع الناس إلى أعلى الجو، ثم تنكشهم على رؤوسهم فيلقون في الأرض كأنهم أعجاز نخل نخرت فيها الناخرة أثرت فيها أثر سوء، فكذلك أجسامهم شبه بالنخيل بطولها وضخامتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا يسأل أيضا ويقول: إذا توضأ وغسلت عضوا مرتين وآخر ثلاث وآخر أربع، فهل يكون الوضوء صحيح أم لا بد من التساوي في العدد؟ جزاكم الله خيرا. أما الوضوء فهو صحيح، لأنك غسلت العضو غسلا كاملا، وأما العدد فإنه المجزي مرة واحدة، تعم العضو المجزي من الغسلات اليدين والرجلين واليد مرة واحدة تعم العضو، والفضيلة سنتان، الفضيلة سنتان والثلاث أفضل، إذا الفريضة واحدة والفضيلة اثنتان والثلاث أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرابعة فإنها لا تجوز لأنها زيادة على المشروع، فإذا تعمد الإنسان أنه يغسل أربع مرات اليدين أو الرجلين فإنه يأثم بذلك، لأن هذا يعتبر من الابتداع في الدين، ويعتبر من التنطع والغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعلى الكمال ثلاث مرات، وأدنى الكمال مرتان، والمجزي مرة واحدة، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث يسأل ويقول: قرأت في كتاب بأنه لا يستحب للمتوضئ أن ينفض يديه من الماء بعد الوضوء، فهل معنى ذلك أنه لا يستحب تنشيف سائر أعضاء البدن التي يتم الوضوء بها، أم أن هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ينبغي ترك الماء، أثر الماء على العضو، ولا ينبغي تنشيفه أو نفضه لأجل أن يبقى الماء وأثر العضو على الأعضاء، وليس هذا بالمحرم، فلو تنشف أو نفض يديه فلا بأس بذلك، ولكن هذا من باب الأفضلية، أنه يبقي أثر الماء على أعضائه من باب الأفضلية، أما لو احتاج إلى التنشيف فإنه لا بأس بذلك، أو نشف ولو بدون حاجة فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. إذا كان أحد
بعض الناس يصلي ركعتين سنة أو تحية المسجد قبل أي صلاة ثم قام المؤذن فأقام الصلاة، هل يقطع الإنسان الصلاة أم يتمها خفيفة ويدخل مع الجماعة؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة والإنسان في صلاة نافلة فإنه يتمها خفيفة، فإنه يتمها خفيفة ويدخل مع الجماعة، إلا إذا خشي فوت الجماعة، إذا خشي فوت صلاة الجماعة فإنه يقطعها، أما إذا لم يخش فوات الجماعة فإنه يتمها خفيفة، قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وأما إذا أقيمت الصلاة وهو لم يدخل في نافلة فإنه يحرم عليه أن يحرم في نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني هذا في حق من يشرع في نافلة بعد الإقامة فإنه ممنوع ومنهي عن ذلك، أما من أقيمت وهو فيها فإنه يتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، كما نص على ذلك أهل العلم رحمه الله. جزاكم الله خيرا. المستمع حاسين ألف من القنفذة بعث برسالة يقول فيها عمري 18 سنة ووالدي ترك الإنفاق علي وعلى والدتي ويستمر في الكلام على هذا النحو حتى يقول إنه لم ينفق علي وعلى والدتي ولم يسمح لنا بأن نأخذ إنفاقا من الدولة إذ أن الوالدة لا زالت في عصمته وهي تخشى أن تتقدم إلى المحكمة لطلب الطلاق وجهوها جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز لوالدكم أن يمنع النفقة عنكم أو يقصر فيها ويضيق عليكم، قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء مثلا أن يضيع من يمون، وقال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، الله جل وعلا أوجب نفقة الزوجة على زوجها، أوجب نفقة الزوجة على زوجها، قال تعالى لينفق من سعته من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وأوجب نفقة الأولاد القصر ما في قوله تعالى لما ذكر نفقة الحامل والمرضع، قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وعلى المولود له، قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. الحاصل أن نفقة الزوجة أمر واجب بنفس الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم لأنها محموسة عليه، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء إنهن عوالم عندكم، يعني محموسات، فتجب نفقتها على زوجها بالمعروف من غير تقسيط ومن غير إسراف، وكذلك نفقة الأولاد القصر واجبة على والدهم، ولك حق المطالبة للزوجة، حق المطالبة بنفقتها، وكذلك للمرأة مطالبة الزوج بنفقة ولدها الصغير، قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن هذا سفيان رجل صحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، دل على أن لها حق المطالبة لذلك عند أولى الأمور، وإذا سمحت ورضيت أن تبقى بدون مطالبة فهذا راجع إليها. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول فيها اتفقت مع قريبي على أن أتزوج ابنته ووافقت البنت بالزواج وكذلك بقية العائلة، وحدد قريبي لي مقدار المهر المعجل والمؤجل وحدد لي موعد الحضور لدفع المهر، وحضرت فعلا ومعي أخي وأقربائي ودفعنا لأهلها المهر المتفق عليه بحضور أبيها وإخوانها وأعمامها، ثم قرأنا سورة الفاتحة لأجل الزواج، هل أصبحت البنت في هذه الحالة زوجتي من الناحية الشرعية؟ دفع المهر وقراءة سورة الفاتحة هذا ليس بعقد، العقد والإيجاب والقبول، وأن يقول ولي المرأة زوجتك موليتي ويقول الزوج قبلت هذا النكاح أو هذا الزواج ورضيت به، هذا هو العقد الذي يحصل به الإيجاب، وهو الإيجاب والقبول يحصل به عقد النكاح، ولا بد أن يكون ذلك بحضور شاهدين وأن يكون بولي المرأة، هذا العقد الذي يحصل به الذي تكون به المرأة زوجة
معقود له عليها، أن يكون ذلك بحضرة شاهدين، وأن يكون العاقد وليا للمرأة أو وكيلا عنه، وكذلك يكون الذي يقبل العقد هو الزوج أو وكيل الزوج، وأن يكون هذا برضا الزوجين كل منهما قد رضي بالآخر. وكذلك التعيين، تعين الزوجة يقال فلانة أو يشار إليها إذا كانت حاضرة، تعيين الزوجين من أجل أن يتحدد المعقود عليه والمعقود له. أما قراءة الفاتحة فقط، قراءة الفاتحة لا تشرع في هذا، إنما هذا من عادات الجهال. وكذلك دفع المهر لا يكفي ولا يعتبر عقدا، ولو كان دفع المهر بحضور شهود إنه لا يعتبر عقدا، إنما العقد هو كما ذكرنا الإيجاب الصادر من ولي المرأة أو وكيله، والقبول الصادر من الزوج أو وكيله بحضرة الشهود. جزاكم الله خيرا. إذا قراءة الفاتحة هذه التي يركز عليها كثير من أخواننا المسلمين أمر لا تشرع قراءتها عند العقد، إنما الذي ورد أنه يقرأ مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. هذه الآيات التي ورد عنها تقرأ كما في خطبة ابن مسعود رضي الله تعالى. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.